من خلالها الكثير من الأهازيج والقصائد التي تمجد هذه المناسبة، مناسبة احتفال ولاية مرباط بعام التراث العماني. وكل منهم يؤدي قصيدته التي ألقاها إليه الشاعر. هذه الرقصات التقليدية كما شفنا لها تقاليدها ولها عاداتها التي تتبع في مثل هذه المناسبة، عادة تكون في الصفوف الأمامية من الهبوط كبراء السن أو كبراء العشيرة وكبار السن أيضا وشيوخ، أيضا تكون في مقدمة الهبوط مجموعة من الشبان وهي تحمل السيوف وتؤدي رقصات معينة وهي تقفز في الهواء بسيوفها، وتستمر المسيرة مسيرة الهبوط، ونأتي إلى نهاية الصفوف الخلفية يكون أيضا فيها مجموعة من الشبان، أيضا الكل يشارك والكل يردد هذه القصائد والأهازيج الوطنية التقليدية. كما أسلفنا وكما تحدثنا في السابق هناك هبوط الأرياف أيضا، وهذه طلائعها قد بدأت تأتي الآن إلى ميدان الحفل، وعشرات الرجال والشبان وهم يؤدون رقصاتهم التقليدية السيوف التي يقفزون بها في الهواء تعبيرا عن الفرحة وعن البهجة بهذه المناسبة. صفوف متوالية من الرجال تتدفق إلى هذا الميدان وإلى هذا المكان أمام حصن ولاية مرباط، هذا الحصن التاريخي الذي يشمخ هنا على هذه الرابية وأمام هذا الساحل الجميل. أفواج هبوط أبناء الريف تتدفق الآن والكل يؤدي هذه الرقصات بكل حيوية وبكل نشاط وفرحة وبهجة، وكثير من هذه القصائد تتحدث عن التراث العماني وتشيد به وبتخصيص حضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لهذا العام بأن يكون عاما للتراث العماني، وتعبر هذه الرقصات رقصات المدن ورقصات الريف عن الولاء وعن العرفان لباني النهضة الحديثة
في سلطنتنا الفتية، ومتابعة شيقة لهذه الحلقة المتواصلة من رقصات الهبوب. مشاهدينا الكرام، وكما وعدناكم بأنه سوف نستمع إلى بعض القصائد، مالي أو تسمحين بوصف قاسر هزل يهدى إليك بما يحويه من خللي، مهلا ورفقا وعذرا يا معلمتي، تلميذك الغض لا ينجو من الزلل. هذا قصيدي إذا ترضينها عرفت أو ترفضين فما قد قال لم يقلي، أستعذب اللفظ في تمجيدك عسلا، فاللفظ في وصفك ضرب من العسل. إني وربك لا أرضى لك بدلا، يا نفس ويحك هل ترضين بالبدل، من بلدة قدمت عهدا وقد كرمت، بالخير قد عرفت في سائر الملل. مرباط تاريخها يحكى على مهل، فالدهر لا يقتفى يوما على عجل، يا سائلا عن بلاد ليس يعرفها، يحكي لك البحر تاريخا على مهل. سل الشواطئ عن مرباط عن سفن، يا كم سفين بها حمالة الثقل، هذه الغزالة للحبشي مسخرة، إذ تمخر البحر بالأخوان والزمل. لها شراع إذا ما الريح قد عصفت، أما الفلاحي فلا تلقى لها مثلا، ساجية الصنع قد تاهت عن المثل، رمى بها الدهر حتى شل معصمها، في خرور لتلقى سكرة الأجل. هذا وعندك فتح الخير ثالثة، شلمانها الخير مبراء من الخلل، في دفتيها ترى الآثار واضحة، يحكي لك النقش كم زارت من الدول. فتح المعين بعون الله تعرفها، أما طويران كالطيران في العجل، هذه مجيري وذي مشخة برزت، وذي دويعي فلا داعي إلى الجدل، خوفا عليك من التطويل والملل. هذه السفائن من مرباط منطلق للشرق والغرب، يا من كان في سؤلي، بصرية الحمل، بحرينية الدرر، هندية الخان، أفريقية الدقل. هذا وشكرا. أحسنت أخ ناصر على هذه القصيدة المعبرة والجميلة، شكرا لك، وشكرا لقائل القصيدة الأخ عمر. شكرا أخ سالم. وتحكي جانبا من تاريخ وتراث هذه الولاية العريقة، ولاية مرباط، ولا تزال رقصات الهبوب تتوالى، وسوف نتابع معكم جانبا منها لعلنا نسعد بهذه اللوحة الجميلة وبهؤلاء الرجال الذين يحملون أسلحتهم التقليدية، وهم يترصون في صفوف منتظمة، يسلو الواحد منها الآخر، ونتابع معا هذه القصائد وهذا المظهر الجميل. Yeah.
إخوتنا المشاهدون، لا نزال معكم ومع هذه الرقصات ومع المزيد من المظاهر التي تخلد هذا اليوم، يوم التراث في محافظة مرباط، مشاركة من هذه المدينة وهذه الولاية في ولاية مرباط بمحافظة ظفار. هذه الولاية التي دائما تشارك في مثل هذه المناسبات التي تمجد تاريخنا وتراثنا وحضارتنا وتعيد إلى الأذهان ذلك الماضي العريق، وتبعث في النفوس حب هذا التراث وحب هذا الماضي الذي نصله بحاضرنا المشرق السعيد. لا تزال هذه الأفراح وهذه الرقصات وهذه اللوحة تتوالى، وأترك لكم المتابعة الآن مع هذه الرقصات ومع زميلي الأخ عامر العمري. شكرا أخ سالم، وما زلنا معكم مشاهدين الكرام من هنا من أمام حصن مرباط التاريخي، نواصل معكم فعاليات عام التراث العماني وفعاليات الاحتفال بيوم التراث العماني من ولاية مرباط. نعود مرة أخرى إلى الشعر والشعراء، وها هم أبناء ولاية مرباط وقد جادت صريحتهم وفاضت خواطرهم بالكثير من القصائد والعديد من الكلام الشعري. معنا في اللقاء التالي نتعرف على الشاعر دبلان مسعود سعيد العمري. أهلا بك وسمعنا قصيدتك، تفضل. عام التراث أوحى بماضي من قدم وحيا نفوسا زاخرة عذبا نشيد، تاريخنا جدد وسطر للأمم وتعاهد الأحفاد أن يلقوا قصيد عنوانها رمز الأصالة والهمم، قابوس قائدنا وذو الرأي السديد، زانت عمان الأم ومن فيها ابتسم في ظل بانيها وملهمها الرشيد، عودة إلى الأجداد وما لك نفحات من نبع الكرم ونلت بتاج الشرق في العهد الجديد، ماضيك لا ينسى قد خض بدم بترابك الغالي كم أضحى شهيد، عزمي بمن جدد عزي بمن جدد من الماضي عزم أن يبرز التاريخ نفسه بل يعيد، سمحان يتردد مع الأخضر نغم مهد الأصالة يوم إن حر الوقيد، هذه حقيقة يا ملا لا من عدم يشهد بها التاريخ إلى يوم الوعيد. ما زلنا معكم مشاهدين الكرام، نتواصل معا من خلال بثنا المباشر لهذا اليوم التراثي احتفالات ولاية مرباط بعام التراث العماني، وهذه الاحتفالات كما تعلمون جميعا تنتشر في مختلف أرجاء سلطنة عمان الحبيبة، حيث خط القائد حفظه الله لهذا البلد، خط لهذا البلد
الخطوط العريضة وأتاح لأبناء شعبه أن يتقدموا وأن يضعوا لأنفسهم مكانة بارزة بين الأمم. فها هي عمان اليوم والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القائد الملهم حفظه الله وحكومته الرشيدة تضع بصمات واضحة في كل المحافل الدولية وفي كل مكان. ولعل من أدلة ذلك هذا النقل المباشر الذي نشاهده معكم الآن في سلطنة عمان وفي مختلف بقاع الأرض، حيث تصل ذبذبات إرسالنا عبر الأقمار الصناعية إلى مختلف بقاع الأرض. يشاهدنا الجميع، نقول للجميع بأفواه ملؤها الأمل وبعزائم شديدة، نقول للجميع ها نحن شعب عريق، شعب استطاع بأصالته واستطاع بكل أمجاده واستطاع بنهضته المباركة أن يبرز نفسه. ولعل مشاهدين الكرام ما نشاهده اليوم من هذا الاحتفال من هنا من ولاية مرباط، والذي يبعث في نفوس أو في نفس من يشاهده يبعث في نفسه الفخر والاعتزاز بهذا البلد والفخر والاعتزاز بالمعطيات العمانية وبالأصالة العمانية. ما زالت رقصات الهبوط، ما زالت هذه الجموع من أهالي ولاية مرباط وأبنائها والذين أتوا من مختلف نياباتها ومن المدينة نفسها، جاءوا جميعا ليقدموا لنا هذا الفن التقليدي العريق، فن الهبوط الذي انقسم فيه المؤدون والراقصون، والذي يردد الرجال فيه القصائد الوطنية الشعرية الحماسية في تمجيد القائد وفي تمجيد الوطن. قصائد الهبوط وفن الهبوط ما زال متواصلا، يشارك فيه الجميع شبابا شيبا رجالا، والنساء بزغاريدهن يتابعن هذا الاحتفال المباشر، يتابعن هذه الرقصات الجميلة التي اندمج فيها الجميع، معيدين وباعثين لأمجادنا العمانية، أمجادنا العمانية العريقة والتي تدل كل الدلالة، تدل ببصمات واضحة، تدل كثيرا على أن لهذا البلد لسلطنة عمان حضارة عريقة. ولعل ما نشاهده وما شاهدناه هذه الأيام من ندوة عمان في التاريخ دليل على اهتمام الحكومة بقيادة صاحب الجلالة حفظه الله، وما رعته وزارة الإعلام الموقرة لفعاليات الندوة التي اجتمع فيها الكثير من العلماء والمؤرخون يتحدثون في قاعات جامعة السلطان قابوس عن أمجاد عمان، والتي في اعتقادنا جميعا أنهم لا يأتون بالجديد، بل هم يؤكدون و يسطرون أيضا أن لهذا البلد تاريخ عريق وأن لهذا البلد تراث عظيم مستمد من جذورنا الإسلامية، من ديننا الإسلامي الحنيف، مترابطين ومتآخين. ما زلنا مشاهدين الكرام نتابع معكم هذه الطلائع وهؤلاء الشبان وهم يؤدون الرقصة بالسيف في دليل واضح على الأصالة وعلى القوة وعلى اعتزاز العماني بنفسه وبعمانيته وبمفخرته بنفسه دائما. أدعكم الآن مشاهدي الكرام تتابعون هذه الرقصات الجميلة.